ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حافظ حارث بن بھائی عبد الماجد صاحب. اب انشاءاللہ العزیز ایک اور ننہ طالب علم جو محترم جناب قاری عمر شہباز حافظہ اللہ تعالیٰ کے ادارہ میں ماشاءاللہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. عبد المقید محمد نوید و تشریف لائیں قرآن مجید کی سعادت حاصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء